سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. اطلب العلم أخي فهو درب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، فهذه حلقة جديدة وهي الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى من حلقات هذا البرنامج الذي عني بإسداء ما تيسر من الوصايا والتوجيهات والنصائح والإرشادات لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات. وددت أن تكون هذه الحصة موجهة بصفة خاصة إلى الأولياء، إلى إخوان الآباء وإلى أخوات الأمهات، لعلنا نكون سنداً قوياً لأبنائنا وبناتنا، وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي يمرون بها، فهم أحوج ما يكونون إلينا في هذه المرحلة، فلا بد أن نمد لهم يد العون، ولا بد أن نكون إن شاء الله تعالى بعد الله سندا قويا لهم حتى يظفروا وحتى ينجحوا ويتألقوا، وما ذلك على الله بعزيز. النصيحة الأولى كامل للوالدين، ونعرفوا بالوالدين دور تحهم في النجاح راهو كبير بزاف. نعم الوالدين لا شك أنهم بذلوا، لا شك أنهم أنفقوا، يعني ادفع على الابن تاعو للبنت تاعو اموالا طائله جدا، جزاه الله خيرا، اسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان الحسنات. بذلوا جهودا مضنيه في سبيل نجاح الاولاد والبنات، هذا شيء طيب تشكرون عليه. لكن الان كاين اشياء خاصه لابد ان يفهمها الاولياء في هذه المرحله الحساسه والحرجه من مراحل امتحانات ابنائنا وبناتنا. الشيء الاول كامل بارك الله فيكم، على الوالدين تحسين العلاقة أولاً فيما بينهما. الاضطرابات والصراخ المتواصل والخصومات والخلافات بين الأب والأم مما يؤثر سلباً على نفسية هذا الطالب أو تلك الطالبة. إذن قلت الاضطرابات هذه التي يعني كثيراً ما تكون سبباً في الإحباط الذي يعاني منه طلابنا وطالباتنا، لابد للأولياء أن يتفادوها قدر المستطاع حفظهم الله. خلي دائما جو الهدوء وجو التفاهم والتواؤم بين الوالدين يكون مرفرفا على هذه الأسرة، وخاصة في هذه المرحلة. من النصائح الغالية أنه على الأولياء أن يوفروا في هذه المرحلة بيئة داعمة قدر المستطاع، أن يوفروا بيئة داعمة، بيئة ملائمة، بيئة مساعدة للابن والبنت من أجل الدراسة، من حيث الهدوء، من حيث المكان، مكان الدراسة، من حيث الأدوات، من حيث التهوية الجيدة، من حيث الإنارة الجيدة، إلى آخر ما هنالك، حتى يحظى الطالب بالتركيز الملائم. وأن يضفي الأولياء قدر المستطاع جواً من المرح، جواً من المتعة داخل البيت، فهذا كله مما يساعد الطالب إيجاباً بإذن الله سبحانه وتعالى. النصيحة الثالثة
لا حرج في أن يزور الأولياء الكرام المدرسة أو الثانوية التي يدرس فيها أبناؤهم وبناتهم بين الفينة والفينة حتى يستفيدوا من توجيهات الأساتذة الذين هم قريبون جدا من أبنائهم وبناتهم. شيء طيب جدا أنهم يزورون بين الفينة والفينة المدرسة والمؤسسة التعليمية من أجل أن يستفيدوا من تلك النصائح وأن يحاولوا تطبيقها في أرض الواقع. بارك الله فيكم. الاهتمام الأمر الرابع، الاهتمام بصحة الأبناء مؤشر قوي على فطنة الأولياء. الاهتمام بالصحة، إذا كان الولد عنده درس ولا سن من الأسنان ممكن قد يؤذيه في أيام الامتحان نعجل بعلاجه، إذا كان الولد يشكو من بعض النوبات، يشكو من شيء من الضعف، يشكو من أشياء يعني يغلب على الظن أنها مشكلة صحية، مليح نعالجوه من الآن، ما زال عندنا شيء من الوقت، ماشي في آخر المطاف، ممكن يوم الامتحان يعني تنطلق الآلام وتندلع الأوجاع، فمفهوم هذا. فهذه نقطة حساسة أيضا حفظكم الله. لابد أيضا من الاهتمام الزائد بتغذية الطالب والطالبة، بتغذية الابن والبنت في هذه الأيام. طبعا ما قلتش أنا لابد من الأكلات الفاخرة والغالية، لا، الأكلات المتوازنة والأكلات خاصة الأكلات التي فيها شيء من الطاقة بالنسبة لابن. طبعا الطاقة ما هيش الطاقة الفارغة التي يذكرها الناس في الشوارع، لا، الطاقة الحقيقية فيه نفع إن شاء الله عز وجل، كما قلت مثل الفواكه المكسرات ونحو ذلك من المأكولات والخضار إلى آخره التي تنفع أبناءنا وتنفع بناتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن القليل من الأكل النافع والصحي والمتوازن خير من الطعام الكثير المسبب للفطنة، للبطنة، والبطنة تسبب ذهاب الفطنة، والله أعلم. النصيحة السادسة، علينا معاشر الأولياء أن نكسر الرتابة وأن نحطم الروتين الذي سرنا عليه مدة من الزمن. لازم نكسر الرتابة والروتين. هاو يقرأ الولد الله يبارك بذل، نشوفوه بلي ما شاء الله تبارك الله من حين لحين، خلي كل شيء عين توكلوا على الله، لنخرج مع ما 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 مع الأسرة في نزهة، نغير الأجواء. لا يصلح النفس إذا ما كانت مدبرة إلا التغير من حال إلى حال. مليح الإنسان يبدل ويغير، هذا أدعى لتجديد النشاط وتجديد الهمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ساعد وساعدي، ولنساعد جميعا أبناءنا وبناتنا على القضاء على الصوارف والشواغل. والصوارف والشواغل في هذا الزمان كثيرة، وخاصة بالنسبة لشبابنا صوارف كثيرة جدا. هذا الأيام الوقت راه غالي بزاف، الوقت في حقيقته هو الحياة، والوقت ثمين في حقيقته وفي أصله، لكن يزداد غلاؤه وتزداد نفاسته في هذه الأيام بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. ما نضيع لهمش الوقت تاعهم. إذا كان الولد عنده مشكل تاع الانترنت، عنده مشكل تاع الفيسبوك، عنده مشكل تاع الزملاء خارج البيت، مشكل تاع الرياضة، مشكل تاع كذا، مشكل كذا، نحاول كيفاش نقلصوا من هذه الأشياء قدر المستطاع حتى نمحض الوقت لدراسة أبنائنا ومراجعتهم وتحضيرهم الجيد بإذن الله تعالى. والقاعدة في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، هكذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. حدث وحدثي، ولنحدث جميعا أبناءنا وبناتنا عن أهدافهم المستقبلية بإذن الله تبارك وتعالى. قال وليدي واش راك حاب دير بعد النجاح إن شاء الله عز وجل. لما تقول واش حاب دير بعد النجاح، على كل حال هذا غيب، كل ذلك عند الله تبارك وتعالى. لكن التخطيط المحكم مليح، لكن تسطير الأهداف شيء طيب، شيء طيب ما فيش مشكل. ثم هذا يعين الولد نفسيا ويعين البنت من ناحية النفسية. لما؟ لأن أنا لما نكلم وليدي ولا نكلم بنتي عن الاختيارات المستقبلية، عن الأهداف بعد النجاح إن شاء الله في هذا الامتحان، معنى ذلك أن هذا الامتحان قد تخطيناه، رانا نجحنا بفضل الله. الآن بعد الامتحان ماذا نفعل؟ يعني هذا الأمر صار أمرا يعني مسألة وقت فقط، وإلا فالنجاح آت بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن التحديث بالاختيارات والأهداف المستقبلية هذا أمر طيب جدا حفظكم الله. ازرعوا في أبنائكم وبناتكم خلق التفاؤل أكثر من أي وقت مضى، أكثر من أي وقت مضى. فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فالأمل له دور كبير، وقد سبق معنا في الحديث مع أبنائنا وبناتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التفاؤل،
يعجبه بعث الأمل صلى الله عليه وسلم في النفوس، وكان يكره التطير ويكره التشاؤم وحذر من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. إذن خليك قل غير الكلمة لمليحة الأولاد، كي تشوف الأولاد مقلق قال لا لا انت وليدي بإذن الله تنجح، وانت عندك دعوة الوالدين، وانت عندك راضين عليك والديك، وانت الله يبارك اجتهدت وانت قريت وانت بذلت وانت كذا، ما تخافش بإذن الله ستكون من الناجحين. بنتك نفس الشيء، ما تخليهاش تضطرب، ازرع فيها خلق التفاؤل باللي ان شاء الله ما شاء الله. وثم خلينا في نهاية المطاف، لو انك لم تنجح، لو انك لم تنجح ما الذي حدث؟ يعني نهاية الدنيا ليس ذلك بنهاية الدنيا، ماشي نهاية الدنيا، ماشي نهاية العالم. الرسوب في امتحان كهذا ممكن هو قد يكون منطلقا لنجاحات عظيمة باهرة بإذن الله تعالى، وهذا قد حدث للكثيرين. نعرف احنا ناس بزاف هذا شأنهم، ما نجحش المرة الأولى، ما نجحش المرة الثانية، المرة الثالثة نجح، ممكن أكثر من ذلك. بعد ذلك الله يبارك فتح الله عز وجل على يديه فتوحات عظيمة جدا. فما نخليش ولدنا يفهموا باللي عدم النجاح في هذا الامتحان هو نهاية الدنيا. فهذه الأشياء إن شاء الله تعطي قوة عظيمة لأبنائنا وبناتنا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم في الختام لا ينبغي أن ننسى أبدا أن دعاء الوالدين مستجاب، دعاء الوالدين، الوالدين يدعيوا بالخير مستجاب، يدعيوا بضد ذلك مستجاب. إذن فلنحذر من أن ندعو بالسوء على أولادنا وبناتنا، بالعكس وهذه المرحلة راح تعلمنا ندعيوا بالخير لأولادنا آناء الليل وأطراف النهار، ندعيوا لهم بالخير بإذن الله عز وجل. ودعاء الوالدين مستجاب، والموفق في الحقيقة هو الملك الوهاب، هو رب الأرباب سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي بهذه الوصايا، وقد جعلتها 10 وصايا لإخواني الآباء ولأخواتي الأمهات، فلعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها وأن ينفع أبناءنا وبناتنا بها، وما ذلك على الله بعزيز. وأسأل المولى تبارك وتعالى في ختام هذا البرنامج أن يكون أن يجعله المولى تبارك وتعالى برنامجا نافعا لمن يستمع إليه ومن يشاهده. وأشكر من حضر معنا في الاستوديو ومن صور ومن كان ساهرا على هذا الخير، وأشكر كل من تابع هذه الحصص، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات. وأسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته السنية العلى أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وجنته، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وهو الهادي للتي هي أقوم. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور.